Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. السلام عليكم خوتي. جيت بغيت نشارك معكم القصة ديالي كيفاش جيت طلعت من المغرب حركت على تركيا. تفاصيل بلي ديطاي بلي فيديو بلي فلوغ في الدول، اي دولة دخلت لها كندير فيها فلوغ تصور. ان شاء الله نحط لكم النقاط في المابس، الطريق اللي دزنا كامله، شنو الصعوبات اللي تلاقاتني في الطريق، شنو داكشي اللي كنت كنسمع في البلاد جيت ما بقاش منه والو. ديك الطريق الهضره ديال الفيسبوك، النقاط في الجي بي اس، الطريق راه ساهله خوتي، حتى حاجه ما ساهله وحتى حاجه ما صعيبه. شي حاجه ما سهله وشي حاجه ما صعيبه، باش ماشي يقول هذا زعما لا ما بغاناش نجي وما بغاناش نحرقو وما بغاناش نديرو. انا اللي نقول لكم طلعوا اخوتي، اللي بغى يجي الله يسهل عليه والله يوفقكم، والله يسهل على اي واحد باغي يطلع لاوروبا الله يسهل عليه، وان شاء الله ما يكون على خير. ومن هنا لقدام نبقى ننزل لكم فيديوهات كل مره نهضر لكم على موضوع، يعني اي موضوع بغيتو تعرفوا ان شاء الله غادي نهضر لكم عليه، ما كاينش مشكل. بتصاور بالفلوغات بالفيديوهات بلقطات من فيلاجات في اليونان، الطريق اللي دزناها كامله نحطها لكم في المابس ان شاء الله. القصه ديالي كيفاش جيت حركت من تركيا، ما عرفتش منين نبدا لكم. نبدا لكم من مطار محمد الخامس، نقطع الطياره. اول مره نركب في الطياره، اول مره نسافر في الطياره، عمري سافرت في الطيارة، نمشي شي حاجة جديدة عليا زعما المطار تاع الشنطة. المهم أنا كي طلعت من البلاد طلعت معايا المسائل ديالي كلشي، جبت معايا المسائل ديالي كلشي، الساك ديال التريب، جبت معايا الساكوشا، جبت معايا أي حاجة. حيت أنا قبل ما نطلع لتركيا كنشبع الدراري اللي دازو قبلنا، تحية البوسط آسفي، الدراري نادر، حراقة فاميلي. كنت مريح في الدار كنبقى نتفرج في الفيديوهات، كنشبع لي لايف ديالهم، كنشوف البلانات كيفاش، وهي الفكره كيفاش طاحت عليا. انا ديجا كنت باغي ندير هاد القضيه هادي في 2015 فشي الله بدات سميتها ديك النوضه ديال سوريا، لاجئين سوريين وهادي وكذا. كنت هضرت مع الدار كيما ودي، راني باغي نمشي، راه نص القيسم عندنا راه خويا. قالوا يا ودي لا رياح ما تمشيش دابا، باقي لك 6 شهور تكمل الدبلوم، وديك الساعه يحفظ الله ما عرف شنو يكون لنا القدام. كيما ودي راه هادشي راه ما غيبقاش، راه الجمهور ما غيخليوش هادشي يبقى. وفعلا بحال حسيت جاتي واحد الوقت شي غيحبسو غنولي حاصل هنايا. قالوا لي لا باقي لك 6 شهور تضيع الدبلوم ديال عامين، تا ريح دوس كمل 6 شهور خذ الدبلوم ديالك وسير. المهم هي هذيك، وحنا كنقراو ما فهمتش الوالده ما بغاتش، قالت لي كمل الدبلوم ديك الساعه يحل الله. المهم حنا كنقراو فهمتي، كتكونيكطا مع الدراري هذا كتسمعوا راه في دورتموند، هذا راه في برلين، هذا في ما عرفتش فين شاده في اوروبا فهمتي. الدراري صحابي بداو كيوصلوا صافي، قاعده بداش كتزاد عرفتي. نمشي كنقول لهم علاش ما خليتهم، علاش الدراري مشاو وانا مشيت هادي. ما كيقولوا لي خير اش في مختار الله. وفعلا المهم ريحت كمل الدبلوم ديالي ساليت، مشيت كنقلب على خدمه بحالي بحال اي واحد باغي يخدم، باغي يصوفي راسو، باغي يصوفي الدار شويه يعاون، باسكو انا ود انا هو الكبير في الدار، خاصك تعاون خاصك تحرك. هما ما يحتاجوكش تعاونهم ولا دير شي حاجه، هما كيقولك ودي هز راسك انت دير شي حاجه فهمتي، متبقاش مريح. المهم هادي كتمشي كدفع الشركات كدوز لي زونتروتيان، هادي كيعيطو لك صباح فايق مع السبعة الصباح تسنى في الطوبيس، هود الحي الصناعي سير من هنا سير من لهي والو، كيعاودو يصونيو لك الو كدا. هادي كتمشي كدفع فرجلي كيطيبو من الاخر، رجلي كيطيبو كتسمع سيرش معيطو لك سيرش معيطو لك. المهم هي هاديك صافي طلع ليا الدم، مريحت عامين عامين وانا كنشوم مريح في الدار، ما كندير حتى شي حاجه. الكونيكسيون بي سي قطرو شارجي ب 20 درهم، كل 4 ايام خاص قطرو شارجي 20 درهم بحال انا لاباس عليك. المهم ما باش تمسين انت فهمتي، تعيش واحد العالم فهمتي، تخلوه في البيت ديالك بريز هادي لي زياد نهار كامل، وانت طالع نازل فيسبوك جديد
يوم شوف هادي الهيش هو الهيش هادي الشي اللي كندير انا راه كيديرو الدراري كامل. راه مشينا زعما الاول ولا الاخر راه لا بلي بار ديال لي جون في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي السيتياسيون ديال العرب كامله فهمتي. اون جينيرال هكا كيعيشو الدراري كنعيشو فهمتي بالليل بالليل احنا فايقين بالنهار راه حنا ناعسين. هادي يكذب عليا شي واحد يقولي لا انا هادي. المهم هي هاديك بقى واحد النهار فهمتي بقى لي واحد المشكل بزاف فهمتي. تزايدت انا والوالد في الهضره خرجت من الدار مشيت عند واحد عشيري هادي صوني ليا في التليفون قال لي جي للدار قال لي لا ما تجيش من هنايا صافي خليني مريح مع الدري صافي شغل فهمتي. بديت كنتعصب صافي هزيت التليفون هدرت مع واحد عمتي ما عنديش فلوس خاصني نديباني فهمتي خاصني نشوف كيفاش نحضر الفلوس. هدرت مع واحد عمتي قلت لها بشرا اللي كاين واللي كاين راه زعفت راه خاصني نتحرك خاصني ندير شي حاجه. قالت لي شنو ودي قلت لها راه ناوي نطلع ان شاء الله نشوف كيف الحال. قلت لها واش هادشي اللي باغا دير انت متاكد منه؟ قلت لها انا تفرج في فيديوهات عاودوا لي الدراري وهادي. قلت لها حسيت براسي قادر ندير هاد المغامره فهمتي وانا اصلا ديجا باغي نعيش هاد المغامره في 2015 مكتبش. دابا حسيت براسي جا الوقت لانني خاصني نخرج خاصني ندير شي حاجه. كتبت هي هاديك مكتبتش ناخذ هاكا تجربه ولا مغامره في حياتي ماشي مشكل. المهم قالت لي صافي ماشي مشكل يكون خير ان شاء الله. هادي انا ما قلتها للوالد لا شي حاجه ما قلتها لشي شي واحد. كان معايا واحد الدري صاحبي هو اللي فراسو هو اللي كنعاود ليه كلشي ممكن نخزن عليه هما جوج دراري اللي ممكن نخزن عليهم والو سفيان وعبد الصمد الله يحيي لهم. المهم هي هاديك باش نختصر باش ما نطولش في الفيديو بزاف. تلاقاش مع واحد الدري دخلت الجروب واحد الجروب ديال الحراقه في فيسبوك. تلاقاش مع واحد الدري مهدي واحد الدري مهدي ود كازا هضر انا هو رسل لي قال لي خويا واش باغي تطلع لتركيا. قلت ليه اخويا باغي نطلع لتركيا وهادي. قال لي يا لا كان كيفاش فهمت. المهم بقى بقاش اون كونتاكت انا وياه خديت عنده النمره ديال الواتساب خديت عن فيسبوك هضرنا فيه وهادي بقينا كنهضروا. مشينا سولنا على الطياره المهم قطعنا في نص النهار قطعنا نص التيكي. واحد الدري ساعيت هو ولد زاكورا تنعاود لكم الصور ديال الدراري بجوج نعاود لكم الصور ديالهم. المهم هي هذيك ما علمت شي واحد ما رقات لي شي سيمانه. المهم انا ما كنتش كنخرج ما كنتش كنعمر الدار نهائيا كنت كنعمر واحد الدري مروان وعبد الصمد كنت كنمشي عندهم للدار كنخرج حتى 10 ديال الليل كنريح معاهم حتى 4 د الصباح 5 د الصباح كنهبط. المهم الزنقة الدرب مكنتش كنشوفو النهار مكنتش كنشوفو مكنتش كنفيق انا في الصباح كاع نهائيا. ما عندك ما تفيق دير شنو تفيق دير ما كاينش لا مش بقى انا دوز وقتك وصافي. المهم نهار المطار تلاقيت انا والدراري في المطار مشينا دخلنا المطار ما عارفين والو فهمتي كنسولو فين نمشيو فين نجيو هادي. عمرنا واحد السيمارة دفعت الباكاج نعشو لينا فين نطلعو الفوق باش نطبعو الباسبور. طلعنا للدوزيام ايطاج في المطار طبعنا الباسبور هبطنا للصالدات باش كنتسناو جلبيس لا يهزنا دينا الطيارة كتشوف هاديك العلام أول مرة جاو هادي. المهم دانا البيس وصلنا حدا الطيارة بدينا كناخدو سيلفيات مع الطيارة كعارف العالم كناخدو سيلفيات مع الطيارة. طلعنا رايحنا كل واحد شد بلاصتو كتشوف النيميرو عندك شحال رايح تجي حدا فهمتي. كيما كنت كنتخايل كنقول يا رب نجي حدا فهمتي علاش الترجم ديال الطياره باش نبقى نشوف هذيك العالم ونصور صافي. فعلا هذاك الشيء اللي كان جيت حدا علاش جيت فوق الجنه. المهم ديمارينا على الربع تاع العشيه قريب والله ما عقلتش كنت دابا شنو نمشيش على الربع تاع العشيه قريب باش عندي الطياره مع الربع. هي هاديك وصلنا للمطار صبيحة مع 11 تاع الليل زلنا عالم فور جو فور لغة أخرى. كي وصلنا للمطار خداو عنا الباسبورات عاودو طبعوهم كاملة من بقا واحد 10 مينيت تقريبا عاودو ردو لنا الباسبور تاعنا. خرجنا من المطار تلاقينا مشى علينا بقينا كنبغينا نشريو سكيدا فودافون على حساب الانترنت وداكشي. انا كندور كنسولو من هنا ملي خديت سكيدا فودافون كنت خلص 100 ليره تقريبا نجيب شي 200 درهم مغربيه ماشي شي 20 اورو. ايوا هاديك خديت سكيدا فودافون خرجنا يلا وصلنا تحرك البيس اللي كيدي الاقصاراي. المهم ريحنا واحد جوج نصابه تما كيخرجنا بدا كيقول لي يا عشيري مشى ليا من هنا الفلوس هادي مو بغيت خلط ليا معدم بالعربيه.
قلت لي يكون خير صاحبي، فهمت انا جاي من البلاد عارف شنو كاين، جاي سامع وعارف ما يدوزاش عليا بنادم. ريحنا حنا ثلاثة بينا وطلق انا واحد السيد تاون مسكين مشى عليه للبيسواد، بقينا شادينو معانا وسيدي قاسم ولا معانا. المهم هاديك بقاو كيدورو يدورو كيجيو عندنا الدراري واش بغاش واش مشاو هادي نديوكم هاد شوية، كنت نقول ليه لا راه مريحين هنايا شوي تيمشي عاوتاني وكيرجع كيقول لي الدراري لا بغاش واش مشاو ناخذو طاكسي ونهبطو كامل الاقصارة، راه عندي اللغة انا راه كنهضر التركية مزيان. وهاديك قلت لي صاحبي قلت لي بلا ما تبقى تجي لعندي من الاخر، قلت لي حنا راه نباتو هنايا نتسناو الدري تيجي يدينا بالطوموبيل ان شاء الله. صافي الفريشة معاه من الاخر مشاو ما عاودوش جاو عاوتاني. المهم هي هذيك بتنا تماك حدا المطار، البرد البرد البرد، حاطين السيكان ديالنا ومريحين البرد. ريحنا تقريبا حتى شي 5 ديال الصباح عاد جا البيس وما كيهضروش لونجلي تركي، انسى لونجلي غير انسى، ما كيهضروش لونجلي نهائيا، ما كيهضروش شي لغه من غير التركيه قليل، فهمتي؟ الا من رحم ربك تطيح في شي واحد يقدر يهضر معاك شويه بلونجلي، حنا ما عندناش هذيك لونجلي لونجلي ولكن فهمتي تقدر ديبان راسك فهمتي. المهم ميساج لباش وصلوا راه غتوصلوا ليه. المهم هي هذيك الصباح 5 الصباح جا البيس دانا الاقصاراي نزلنا ما عارفين والو، كنصوني لواحد الدري كان سابقني تما، كان سابقني بشي 5 ايام تقريبا، هو ارسل لي لوكاليزاسيون ديال لوطيل هادي، عطيت المول الطاكسي من تما من الاقصاراي، عطيت المول الطاكسي لوكاليزاسيون وهزنا حطنا حدا لوطيل يدير شي 50 ليرة للنهار، 50 ليرة قول شي 10 اورو شي 100 درهم مغربيين.